الله انتم تشوفوا السفنج في قريه فزوان، اللهم بارك ما شاء الله. انت اخويا الخير تبارك الله في قريه فزوان، اللهم بارك. الله الا جبنا الغداء اخويا عبد القادر، الله يحفظك اخويا. اي 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 سي عبد القادر، جبنا الغداء السردين. اي 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 سلطة ماروكان. الله يلا شكرا اخويا والله يخلف عليك. هيا الجلبان انا يا فزوان، واصلة 260 بصح عامرة تبارك الله، اللي ماشي خاوية عامرة. هانتوما تسمع، هذه هي الاجواء ديال قرية فزوان كما كتشوفوا تبارك الله. هذا النهار هذا مشمش، اللهم بارك. كما كتشوفوا الدعوة راها مروجة تبارك الله، اللهم بارك. بارك الله عليكم الخوت، نهار كبير هذا. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، دائما كنحاول نقدم لكم الجديد مع عبد اللطيف القنوري. الان حنا كنتواجدوا في قريه فزوان، القريه السياحيه، مع با سي عبد القادر. تحياتي لك اخويا، الله يحفظك. نهار كبير هذا، احلى سي عبد القادر. والله الا برافو عليك، ما كان غير الرشان وما كان غير البيو البيو البيو. الله يلا الخير موجود تبارك الله. الله يلا تبارك الله، يشهي يا خويا. الله يبارك فيك، هادشي كامل في قرية فزوان، اللهم بارك. تبارك الله، يا سلام. ها هو غز الدوم، ها هو كيتباع هنايا في قرية فزوان. هذا فيه واحد المنافع كبيرة تبارك الله، في الجهاز الهضمي وكذلك اللي فيه قيلون العصبي، راه عنده واحد المنافع كبيرة تبارك الله. هنايا راه كيتباع هنايا في فزوان، كيجيبوه صحاب المنطقة من الجبل باش كيتباع هنايا، وكذلك مع مجموعة من المنتوجات ديال الأعشاب، وكذلك كذلك الأعشاب كما كتشوفوا هنا مجموعة من الخير موجود، التشين، الجلبانة، كل شيء موجود. ها هو القنيش البيض البلدي كما تشوفوا تبارك الله. فين وصل البيض البلدي؟ 2.5 دراهم تبارك الله. هنايا شي حاجة اللي معقولة، شي حاجة نهضروش عليها. الله يعطيك الخير. أو سي عبد القادر دائما في الحضور تبارك الله. السلام عليكم خويا عبد القادر، لاباس عليك؟ بخير، أمور مزيانة، نهارك مبروك أخويا. أخويا شنو عندنا اليوم؟ شنو الجديد اللي جبت اليوم؟ كل شيء كاين، شنو كاين كاع بالضبط؟ أوي هذا وشنو هذا؟ البروكولي. هذا البروكولي تبارك الله، يا سلام يا سلام. هذا الشيء هذا ديال يلا يا ديال المنطقة هذا؟ هذا شوف الله الله الله، الفول شحال راه ديال الفول؟ الفول 6 دراهم. 6 دراهم تبارك الله، يا سلام. وكذلك شنو هذاك الشيء هذاك؟ دواء البرد. الله الله الله، هذا شنو هذا؟ خبيزة. خبيزة شحال دير هذه الخبيزة هذه؟ 2 دراهم. 2 دراهم الحبة، يا سلام. الجلد. اوه، ودك كيدير ليه ولا؟ بسم الله. مرحبا. انتم هادشي كامل، هذا الخير هذا تبارك الله في قرية فزوان.
اللي ما كتبعدش بزاف على مدينه بركان. الناس كيسولونا فين جات قريه في زوان. الخرج يا سلام. شحال لك داك الشيء هذاك؟ 3 درهم. هاك السيف هذا والنعناع. نعناع عاود. او يا 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 شفت تبارك الله على هذا الخير هذا. الناس كيسولونا بزاف على قريه في زوان. قلت لهم بعيده على بركان ب 10 كيلومتر. 10 كيلومتر ماشي بعيده. ماشي بعيده بزاف. كاين الطاكسي وشي كاين. الله يبارك. والله الا الخير موجود تبارك الله. وريهم السكوم. ها السكوم واش دخل؟ اي 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 هاد الشيء هذا الله الله الله. شد السيف قد باش نصوروا ندير شي تصويره زينه. مرحبا. الله 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 الله. وما ننساوش الا يعرفوا هذا. هذا شنو هو هذا؟ هذا اللقاح هذا يكون في الجلده. اللقاح؟ يدير في اتاي. ياك. هذا يعطي واحد النغمه زينه ولا؟ الله ما نهضرش عليه. الناس ديال الخدام يعرفوا هذا. يعرفوا هذا الشيء هذا. خويا السكوم والشيبه البلديه. انا باش تعجبني اخويا عبد القادر الجديد الجديد. ايوا مرحبا اخويا الزوار يجوا عندنا يزوروا. انت شمو الريحه ديال الشيبه. ها انت شم. مرحبا اخويا عبد اللطيف. والله الا انا كي نجي في زوان نجي عندك اخويا. تشقلي عليك تجيب منتوجات طبيعيه. منتوجات طبيعيه ومنتوجات زوينه ديال البلاد. شنو هذا العجب هذا؟ هذا فليو هذا. الله الله الله. عجب هذا. يا سلام يا سلام. ديال المنطقه ما كانش احمد ما كنستوردوش حنا ياك. ما كانش ما كان داك الشيء. حنا نصدروا عاد لبرا. نصدروا للمدينه. اوه والله هذا شنو هو هذا؟ هذاك ازير. هذا ازير؟ هكذا. ها هو ازير. وهذا؟ هذاك الشيح. الشيح يا الشيح. الشيح والريح. الله يعطيك الخير اخويا عبد القادر. شوفوا الببوش اخويا عبد القادر. او يا 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 شنو هذا الشيء هذا؟ ببوش ديال المنطقه. هذه بياضه ولا قموشه ولا شنو؟ البياضه الحمراء هذه. البياضه الحمراء. هذه ديال المنطقه حتى هي؟ تاع المنطقه تاع الجبل هذه زينه. ديال الجبل هذا؟ ولا ما بنا هذه. هكذا. هذه هي اجواء ديال قريه في زوان تبارك الله السياحيه. وهذه الليله راه طاحت شويه الشتاء تبارك الله راه مزيان. الله. ها هو الفول. عشاق الفول يبانو هنا في لي كومونتير. يلاه بلا الجلبانه ما عندكش فين راه؟ الجلبانه اليوم لقطوش كانت الشتا شويه. كانت الشتا ما لقطوش. واو ما طاحتش شويه الشتا عندنا هنايا. رشت شويه تبارك الله مزيان. ها انتم تشوفوا الخير تبارك الله. ما نساوش البيض البلدي. اي 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 هذا فشحال يدير؟ جوج دراهم. جوج دراهم ونص. هذا بلدي ولا كروازي؟ او الخير تبارك الله. انتم تشوفوا الخير تبارك الله. اللهم بارك. انا من ما قلبت هنايا تلقاها في قريه في زوان. الحاجه اللي تقلب عليها تلقاها. والقنيش اخويا سولوني بزاف لي كومونتير هذا القنيش هذا. هو راه كاين هنايا في قريه في زوان. درك قلعهم الجبل. هذه زيت هذه زيت هذه ارقام. شحال دير هذه؟ 500 درهم لتر. 500 درهم لتر. ديال النص 25000. 25000. ديال الربع 12500. هذه ارقام كثير. هذه زيت ارقان. ارقان فري. هنا كاينه في قريه فزوان. بالنسبه لزيت الزيتون فين راه واصله الثمانين؟ الزيتون كاين 80 درهم 75 درهم. هكذا. وشفنا حتى هذا املو. هذا بزيت ارقان واللوز والعسل الحر. هكذا شحال هذا؟ شحال فيه؟ 22000 في الكيلو. فيه كيلو 22000. غير اللوز وزيت ارقان والعسل. تبارك الله. اللهم بارك. هادشي باش معروفه بلادنا تبارك الله بالخير. اللهم بارك. وبالنسبه للشريحه فين راه واصل الثمن ديالها؟ هذه ديال الخيط ديال 50 درهم. 50 دي 30 درهم الكيلو. 30 درهم الكيلو تبارك الله. منتوجات طبيعيه ديال البلاد يعني شي حاجه اللي معقوله تبارك الله. اللهم بارك. هذا الزعتر الاعشاب النبق الويزه كل شيء موجود. اللهم بارك. هيا الجلبانه هنايا في زوان واصله 260 بصح عامره تبارك الله يعني ماشي خاويه عامره. هانتوما تسمع غير ديال المنطقه هذه قلعوها غير هنايا في ديال المنطقه والنواحي.
ما نساش عاد الخبيزة. ها هي الجلبانة راه وصلت 13 درهم شي حاجة تبارك الله اللي عامرة اللي كتباع هنايا في قرية فزوان تبارك الله اللهم بارك. هذه غير ديال المنطقة هذه منتوجات طبيعية خبيزة تبارك الله السلك زينة السلك كلشي كاين كلشي موجود القنيش عاود القنيش يا سلام الدواء شي حاجة اللي معقولة معتبرة الله يحفظك